لا نبقى واقفة، شكرا، نبقى واقفة، ماشي مشكلة. مساء النور، مساء الخير مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة أو من نواحي مدينة خريبكة، بالضبط من بني خلف، من دار مي فاطمة، مي فاطمة اللي كتدعي بأن التوأمتين الفنانتين توأمتين صفاء وهناء، تتقول بناتها. فمرحبا بكم خوتي، مرحبا بكل متتبعي قناة شوف تي في في هذه المفاجأة، لأن كما شفنا جميع الكل حب مي فاطمة، كل شي بغى مي فاطمة، كل شي دعا مع مي فاطمة، كل شي تعاطف مع مي فاطمة، وأكيد اليوم غادي تفرحوا لأمي فاطمة. مفاجأة رائعة مخوتي، مفاجأة فرحت أمي فاطمة من القلب، مفاجأة فرحت أمي فاطمة ووليداتها وراجلها، مفاجأة دخلت الفرحة للبيت ديالها، الحمد لله. إذا خوتي مرحبا بكم، فأكيد هازين هم أمي فاطمة ديما، باغيين تشوفوا الابتسامة ديالها، باغيين تشوفوا فرحتها. فاليوم خوتي احنا معاكم، وكاين الجديد اللي غادي يفرحنا ويفرحكم جميع خوتي. علاش؟ لان حبينا امي فاطمه، والدليل على ذلك خوتي، الدليل على ذلك كان شفتو امي فاطمه اليوم وهي كتقدى في مدينه خريبكه، الناس كتوقفها وتصور معاها ويبوسوا لها راسها ويدعوا معاها. فعلا تبتوا خوتي المغاربه انكم فعلا كتحبوا امي فاطمه، فعلا تبتوا ان قلبكم مع امي فاطمه، فعلا تبتوا بانكم كتمنوا ليها ربي سبحانه وتعالى يجمع شملها مع بنياتها. فغادي نبداو خوتي بالقضيه ديال امي فاطمه اللي هي الاساسيه، اللي ما عمرنا ما نسيناها، اللي ما عمرنا ما تخلينا عليها، القضيه ديال امي فاطمه اللي كتقلب على التوام ديالها وكتدعي بان صفاء وهناء هما بناتها. هذه هي القضيه الاساسيه، ما عمرنا ما غادي نخرجوا كما كنقولوا التران على السكه ديالو، راه هذه هي القضيه الاساسيه. اذا خوتي مي فاطمه كما عرفتوا جميع اننا اعطينا القضيه المحامي الاستاذ فيدني عز الدين بمدينه خريبكه، وكاينين محامون اخرين اللي من الدار البيضاء ومن الرباط اللي غادي يضمنوا في القضيه ديال مي فاطمه. المحامي خوتي بزاف ديال الناس كيقولوا لي يا ناديه وقولي لنا شنو الجديد، ناديه قولي المحامي يهضر معانا، ناديه كاين كاع اللي كذب ان ما كاينش محامي. ولكن خوتي اليوم بغيت نقول لكم بان المحامي قال لنا بان الطلب تقبل الحمد لله من رئيس المحكمه، لكن غادي تعذرونا ان المحامي كيطلب سريه في هذه الظرفيه هذه، غير صبروا معانا شويه، خاصكم غير شويه ديال الصبر معانا الله يرضي عليكم، وان شاء الله راه القضيه غاده واخده مجراها ان شاء الله للمسار، يعني القضيه واخده المسار الحقيقي ديالها ان شاء الله. اذا المحامي خوتي تيقول لكم القضيه كتطلب شويه السريه في هذه الظرفيه هذه، صبروا معانا الله يرضي عليكم، وما تشككوش في حتى شي حاجه، فربي شاهد علينا ان واقفين مع امي فاطمه بقلبنا كما تنتوما. الخير اللي بغيتو لامي فاطمه راه بغيناه ليها جميع، لانها هي دائما تتقول واحد الكلمه، انا ام المغاربه، وفعلا والله الا بالصح حبوها الناس، ابغوها الناس، هداوها الناس، عاونوها الناس. الله يحفظكم خوتي من كل اذى ومن كل شر، كما فرحتوها وفرحتوا وليداتها وفرحتوا الزوج ديالها، الله يحفظكم. ندوزو للمفاجأة الأخرى، يعني هنا عطيتكم خوتي القضية الأساسية، لأن دائما كنركز قبل ما ندوزو للمساعدات، فقضية أمي فاطمة هي أنها تتقلب على التوأم ديالها وتتدعي بأن صفاء وهناء ابنتها. فالقضية المحامي تيقول لكم خوتي غادي يخرج الإعلام، راه ماشي ما غاديش يخرج وماشي ما غاديش يوافيكم بكل جديد، ولكن في هذه الظرفية كتستدعي شوية ديال السرية، صبروا معانا الله يرضي عليكم. ندوزو للمفاجأة الزوينة بزاف، حتى هي هو أن خوتي واحد المحسنة من مدينة تيزنيت، الله يجزيها بألف ألف ألف خير،
الله يجعلها لها في ميزان حسناتها. هاد المحسنة خوتي بغات تشوف ابتسامة عريضة في وجه أمي فاطمة، تبنتها كأنها الأم ديالها، حست بيها عوناتها. منين جاتنا هاد المحسنة خوتي؟ هاد المحسنة جات من طرف اليوتيوبر خديجة ماروك تيفي، اللي غادي تسمعوا معنا، انها غادي تتواصل معنا دابا في المباشر. تواصلت معنا اخوتي وغتسمعوا التفاصيل. فتبارك الله كما كتشوفوا معنا هاد الخيرات، تبارك الله، ومازال مفاجآت اللي غادي تفرحكم وغادي تخليكم مرتاحين من جهة امي فاطمة. والله اذا هنا يا اخوتي غادي نربطوا الاتصال بالاخت خديجة. خديجة اكيد راكم كتتبعوها اخوتي، يوتيوبر اللي كتميز تبارك الله بواحد المصداقية، اللي لاحظت اخوتي ان اي حاجة واي لايف اي فيديو خرجت به الا انها كت كت المهم انا لاحظت انها كتميز بالمصداقية تبارك الله. كتوافيكم بالجديد ولكن بالحقيقة، ما كتروش الاكاذيب، ما كتروش الاكاذيب، وهذا هو اللي خلى هاد المحسنة تقت فيها وتقت فينا جميع، وبغات تفرح امي فاطمة. اذا خليكم معنا نربطوا الاتصال بالاخت خديجة اللي غادي تعطيكم خوتي الجديد. ولا قبل ما نربطوا الاتصال بخديجة بلاتي، اسمحوا لي يا خوتي غادي نسمعوا من ولدها، ولدها اللي كان حاضر اليوم مع امي فاطمة وكيتقدى. وتفضل اخويا عبد الرحيم، ما بغيتيش تبان. السلام عليكم. تنشكر هاد الاخت اللي راها مسكينه اللي ساندتنا مزيان من مدينه تيزنيت، اللي هي اللي وكذلك الاخت خديجه. الاخت خديجه مسكينه حتى هي اللي هي الوصل اللي توصل هي واد السيده مسكينه. وتنشكروها بزاف، لان الاخوان من دخلنا المرجان تقداو داكشي انا والام ديالي اللي هي كما يقولوا المغاربه هي امي فاطمه. اي شخص، اي امراه، اي دراري صغار كبار، كل شيء تيقول لي نتصوروا معاه، بغيت نتصوروا معاه كل شيء. الحمد لله عرفت انا واحد القضيه بان المغاربه كل شيء تيحبوه، كل شيء تيبغيوه. الحمد أكيد. لله هذا الشيء اللي حمدنا الله وشكرناه. وتنشكر الاخت اللي راها ساندتنا بزاف في هذه المساعده ديال الله ينصرها، والاخت خديجه هي الله يكبر بها. وانتم كتشوفوا الحمد لله على الخيرات، الحمد لله، وهذا الشيء الله يجازيهم بخير، هذا نتمنى من الله. ولكن الحاجه اللي مزيان اللي فرحتني انا اكثر وداك الشيء، المغاربه كل شيء كيعنقوا فيها ويسلموا عليها ويتصوروا معاها، وواحد الدرجه ما شاء الله، الحمد لله. ايوا هذا الشيء. تنشكر هذه السيده المحسنه اللي من مدينه تيزنيت، الله يجازيها بخير. هذا هو اللي تنقولوا لها، الله يجازيها بخير. والاخت خديجه اليوتيوبر تنشكروها بزاف، وتنشكر الاخت ناديه اللي حتى هي مسانده مسكينه في اي وقت تضيع الاوقات ديالها وكتجي تساند مسكينه. لا لا بالعكس، هذا ماشي ضياع الوقت، هذا ماشي ضياع الوقت، هذه فرحتنا جميع من اللي كنشوف امي فاطمه فرحانه. وما نساوش كذلك بالحسن، بالحسن نشوفك ولا لا تبان اجا بالحسن، بغيت نشوفه، بغيت نشوفه ويشوفه المغاربه خوتي. هاد المحسنه ماشي غير امي فاطمه اللي كسات سيرة بالحسن حدا امي فاطمه، ماشي غير ماشي غير امي فاطمه اللي كسات، ها بو الحسن حتى هو بجليليبه وبالبنطوفه. والحمد لله، والله سبحان الله، فرحه كبيره اليوم في هذا البيت. بو الحسن الرجل البشوش، اغرس اغرس ما يتعنيد. يقول كي تفضل ابو الحسن، شنو تقول لنا ابو الحسن؟ بغيت لهم كنا عاونوني، الله يعطيهم الخير والله يعاونهم والله يقوي خيرهم، كسونا وبرعونا. ضبط شوي الميكرو هكا باش تبان. ايوا هاد الشيء اللي عاونونا مساكن وشراو ليا الحوايج وجلابيه وبنطوفه كبروا بيا، الله يقوي خيرهم والله يعاونهم. الحمد لله، بارك راك راك تجفوق راسنا. بارك الله فيك. ونادي الله يقوي خيرها، حتى هي راه واقفه معانا والله يكثر خيرها وما يخلصها الا الله، الله لا يخلصها
والحمد لله رب العالمين. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، قبل ما نسمعوا لمي فاطمه غادي نربطوا الاتصال بالاخت خديجه. الاخت خديجه معنا على المباشر. شد اخويا هكا. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا اختي خديجه، مرحبا بك. اهلا اختي ناديه، ترحب بك الجنه. كيف دايره؟ رانتينا كل شيء مزيان الحمد لله. خديجه اختي عرفي بنفسك باش يتعرفوا عليك متتبعي قناه شوف تي في. الو معك خديجه اختي، مرحبا بك. عرفي اختي خديجه بنفسك. انا خديجه، شكرا بارك الله فيك اختي ناديه على خدك. انا خديجه يوتيوبر، كنكون في فرنسا، اسم القناه ديالي هي خديجه تيفي ماروك. المهم كنشارك كلشي الافكار اللي كاينه في المغرب، كنتكلم على المواضيع اللي في المغرب، على المشاكل، كنناقشوا في لايفات مواضيع. المهم كاي يوتيوبر كيكون خارج الوطن ولكن قلبنا ديما مع الوطن. تبارك الله عليك، تحيه لك اختي خديجه. تحيه لك اختي خديجه وتبارك الله عليك. فاليوم انت دابا على المباشره خديجه اختي، بغيناك لان اكيد هاد المحسنه اللي من مدينه تيزنيت جات عن طريقك اختي خديجه. ربي سخرك تانتيا في هاد الخير، فوضحي اختي المغاربه اختي خديجه. اكيد اكيد اكيد، وحنا اكيد اكيد حنا فرحانين، فرحتنا ما قدها فرحه ملي مي فاطمه فرحانه. هذيك هي فرحتنا انا وهذيك السيده، هي صديقه ديالي وشافت مي فاطمه، بقات فيها مي فاطمه، بغات تعاون مي فاطمه. قلت لها علاش لا، وراكي شفتي اليوم شرات تبارك الله هذوك الكادويات ودوك الحويجه، قوليها بالصحه والراحه تلبسيهم وتهني بهم. وراه مازال مازال خديجه اختي ما كملت التقضيه، راه مازال ما كملت. كنشكرها بزاف بزاف خديجه اختي، راه مازال ما كملت التقضية. عبد الرحيم ولدها راه مازال غيرجع غدا يكمل. لا وبصحتهم وراحتهم قول لهم اللي حبتها خاطركم خذوها. السيده قالت ما تبخلوا حتى شي حاجه على امي فاطمه. لهلا خطيكم، لهلا خطيكم. والوليدات ديال امي فاطمه اكيد اكيد فعلا كل شيء فرح امي فاطمه وليداتها رجلها الحمد لله. هادشي اللي بغينا، تكون واحد الفرحه مجموعه كاملين يفرحوا، هادشي اللي بغينا وهذا هو المبتغى ديال ديك السيده صراحه. وكنشكرها حتى انا من هذا المنبر لانها واخا هي الصديقه ديالي دارت الثقه فيا، شافتني تكلمت على امي فاطمه في القناه عندي، تعاطفت مع امي فاطمه، هي اللي بغات هذه المبادره ديرها. قلت لها مرحبا، كيف شفتي راه بعد داك المبلغ ديال 10000 درهم اليوم كاينه بالورقه، كاين بالوثائق داك الشيء اختي ناديه، نصور صوت وصورة باش ما يكون حتى ادنى شك. نعم راه شفت، قالنا عبد الرحيم، قالنا عبد الرحيم خديجه اختي، قالنا عبد الرحيم بانه وثق اي حاجه وغادي يصيفط لك داك الشيء كامل. اكيد اكيد هذا هو المبتغى حتى هو باش حتى المتتبع المغربي عرفنا احنا هنا للمصداقيه. نعاونوا امي فاطمه ولكن كل شيء يكون في النور وعلى الرؤيه على الجميع، حتى شي حاجه ما تكون في الظلمه. نعم اختي نعم خديجه اختي نعم خديجه اختي، هاد السيده ما شاء الله يعني صفطات لي لامي فاطمه اليوم. نعم صفطات لامي فاطمه 10000 درهم وقالت لها اليوم اليوم تصرف كامله. لك هاد 10000 درهم غير بيجامات وبينوارات وشي جلبات ومنطاط ليها وللزوج ديالها فقط. ومازال عاوتاني ان شاء الله غادي يجيوها عاوتاني زعما كادويات. هادي قالت لك اليوم غير كسيوهم بهاد الفلوس ديال 10000 درهم، كتاكد وكتعاود غير بالكسوه فقط. نعم وخدينا يعني خدات حتى التقضيه، يعني كاينه حتى التقضيه في هاد 10000 درهم. اكيد 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 كل شيء قالت لك المهم هذا امي فاطمه خويا هي اللي حبست امي فاطمه.
اكيد اكيد، ياك هي اللي بغات امي فاطمه ما تدخلوش عليها، وان شاء الله في الايام الماجيه شافت ديك البيت ديالها فين قال سافي راه كتشوفي نعم بقات فيها اكثر، قالت لك بغيت ناخذ ليها ثلاجه، بغيت ناخذ ليها كفازه كبيره، واحد السديدرات، واحد الزريبيه، هذاك الشريجم حتى هو يتسيب، وذاك الباب بانتظار واحد المفاجاه ان شاء الله في المستقبل غتكون جميله بزاف. تحية لكم اختي خديجة، تحية للصديقة ديالك من مدينة تيزنيت، وتحية لساكنة مدينة تيزنيت. لا لا انا متفقه معاك، وحاجه اخرى كتاكد اللي نعيدوها لامي فاطمه ان شي واحد من العائله ديالها يديها قالت لك الاحسن كلينيك، ويدير ليها ان بيلون سونتي يكون جينيرال، ويدير واو خصاتها طبيا، وهذا الشيء حتى هو قالت لك غتكلف به. واو، سبحان الله، فهو هاد السيدة ضروري ظروف صحه امي فاطمه هي الاولى. ما شاء الله، والله فعلا راه دارتها بحال الام ديالها، ما شاء الله على هاد الاخت هذه، الله يجازيها بخير، الله يبارك ليها أكيد في الرزق أكيد ديالها وفي الصحة قالت ديالها. لك تعاطفت معها بزاف، أكيد قالت لك تعاطفت معها بزاف وبقات فينا، وفعلا أمي فاطمة كل شيء المغاربة تعاطفوا معها. واحد السيدة طلعت عندي في اللايف عندي نهار السبت من غير هاد السيدة صديقتي، قالت لك حتى هي بغيت نتكلف بالمصروف ديال أمي فاطمة على المدى البعيد، حتى هي راه ما نسيت ما قلتها عندي، ولكن حتى واحد السيدة كتعاود حتى هي تقول باغا نعاون أمي فاطمة على المدى البعيد. هذه قالت عندي نهار السبت في اللايف ما شاء الله، ملي عيشة زعما والتقضية وهذا الشيء، يعني هذه حتى هو سيدة غتكلف أخرى بلا بيه. الصديقة ديالك خديجة. زعما اش غادي نقول لك، أمي فاطمة هذه سيدة آخر طلعت عندي نهار السبت في اللايف، ما كنعرفهاش، كتكون نعم كتسكن في باري، قالت لك أنا بغيت نتكلف بالمواد الغذائية لأمي فاطمة على المدى البعيد، ما شاء بغيت الله ندير هذه البادرة، قلت لها أوكي راه سمعوها عندي الناس في اللايف. ما شاء الله تبارك الله عليكم خديجة، هذا الشيء لكن كان كيدل على أن عندك مصداقية، عندك ناس قولي اللي لأمي كتثق فيك. فاطمة رزق جاك دابا، أمي فاطمة ما ترزقها، داكشي علاش. غادي نعطيك أمي فاطمة خديجة، غادي نعطيك تهضر معاك. هاكي شدي أمي فاطمة، هذا شدي هذا خويا، شكرا بارك الله فيك. اكيد شدي أمي اكيد احنا فاطمة دابا هذا، كنخدموا قريب وجهنا كيف هاكي كنقولوا، هاكي خلي الله المصداقية هي يعاونك على انت اي تهضر معاك. يوتيوبر، هذه اول حاجة. نعم هضري معاها امي اكيد فاطمه، كلها الله يعاونك يا مرحبا. بنتي، الله يسهل عليك، والله فرحنا وانا ربي فرحك، الله يعاونك يا بنتي، عز مدادك، الله يعاونك يا بنتي. الو مي فاطمه، انا كي دايره مي فاطمه؟ العام عام لاباس، كي دايره اختي، مع كدير الصحه، شويه مع بعد الوقت. الله يوفقك اليوم، ايه انت تهلاو داكشي اللي بيا، حبيتي ايه تهلاو بيا اليوم، الله يوفقك بعد ايه اليوم. ايه منومرة الحمد لله، منومرة ايوا اليوم، بصحتك وبراحتك امي يعطيك فاطمه، الصحة، تستاهلي الله كل خير. يعاونك، الله الله تستاهلي يصالحك، كل انا خير، فرحان ربي يخليك. قلبي اللي مفرح، آمين آمين آمين. امين اختي، بصحة الله قلبي اليوم يعاونك، فرح، أحسن الله كلمة يخطك علينا قلتيها قلتي خديجة، قلبي اليوم فرح. عزم الله يخليك عزوزك يا ديما خديجة، فرحانة، ربي يخليك. عزم عزوزك يا خديجة، الله يكبر بيك، والله يخلي لك وجي الصحة، عدنا جي عدنا، الله يطول عمرك ويخليك ديما فرحانة أمي فاطمة. جي عدنا جي عدنا، مرحبا إن شاء الله ملي نجي المغرب نجي نشوفك، أكيد ايه مرحبا. ايه جي عدنا، مرحبا المهم تكوني مباشر، لينا أمي الله فاطمة، أنا غريبة، شتا وما شتا ولابسة كي تنقولوا، هذا هو ايه الأهم. داكشي، مرحبا بك، شكرا الله يكبر بك، وشكرا شكرا اختي، أمي فاطمة على خطيك، الله يخطك ملي علينا، فرحتي اليوم راحتنا انا فرحاني. ربي يعاونك يا بنتي، قولي فرحتنا شكرا فرحتي لها السيدة الجامع اللي كامل، تعاونت معاك، صراحة راه هي اللي الله يعمرها دار، الله ايه يكبر بك، حنا غير شباب أمي فاطمة. وهاي نادية الله يعمرها دار، نادية هاكا الخير، نادية تمحنت معانا ربي وقفتو، يخليك يكبر بك. ايه هذه السيدة اللي من تيزنيت الله ثاني هي يعاونها، مسكينة، الله يخبات واقفة معاك، الله يكثر خير، الله يكتر خيرها أكيد الله مسكينة، يسهل تمحنتي عليها جو تاهي جمال وشكرا. فهم معانا مزيان، واش نوما مسكينة، ايه الله يكثر خيرها، هي عندها هذه الخطوات في هذا الاجر ايه يحتسب ان شاء الله. ايه الله يرضي عليها، احنا دابا بغينا غنفرحوك امي فاطمه، ايوا ربي يفرحك يا بنيت، وتكوني هي هذيك اللي لينا، راه هو ايه اهم حاجه. ايه عم سيبو حاجه بعد الدرجات ويكون خيره، يخليك احنا قاع ويطول فرحانين يا عمرك، بنتي، مزايا السيده غادي تهلا لك الله امي فاطمه. يعاونك.
خديجه اختي قربي لي ميكرو. شكرا. شدي خويا. كيفاش حسيتي يا خديجه وانت كتسمعيها تتقول لك اليوم قلبي فرح؟ احسن دعوه قالت لي قلبي فرح، هذه احسن كلمه سمعتها عند ام فاطمه. نعم والله العظيم فعلا ما عندهاش ثمن هذه الكلمه صراحه. نعم اختي فعلا، الله يفرحكم اختي، وكل واحد كيجري في الخير الله يسهل عليه. امين. شكرا انت يا اختي ناديه كدي بلاصه تصوري معاها وداكشي، الله يكثر خيرك لكل الاكيب ولكل شي الطاقم اللي معك صراحه. شكرا لكم بزاف. العفو اختي، وهذا واجب، وتحيه ليك خديجه اختي، كنشكرك بزاف بزاف. اكيد كما وعدتينا مازال مفاجات اخرى، نقدروا نقولوا لك وجه الخير. اكيد اكيد. ان شاء الله تكون فاتحه خير على ام فاطمه، كاينه مفاجات زوينه بزاف غادي نبارطاجيوها معكم في الفيديوهات، وان شاء الله يتابعوا معايا حسنا في القناه جميع هذه المراحل اللي شرات اليوم ام فاطمه، المشتريات بالدليل وبالبرهان. نعم خديجه، خديجه قولي قولي اسم القناه ديالك. خديجه راه كيطلبوها هنايا في التعاليق، قولي اسم القناه ديالك. خديجه تي في ماروك. خديجة تي في ماروك. تحية لك خديجة اختي، الله يوفقك وكنشكرك بزاف. لا بالفرنسية يكتبوها ماشي بالعربية. شكرا. بالفرنسية بالفرنسية. الله يكبر بيكم. بالفرنسية ماشي بالعربية. خديجة تي في ماروك راه تطلع ليهم دغيا. تبارك الله عليك خديجة والله ييسر لك. وهنا نبغي عاود ثاني باش ما ننساش الا جات على خاطرك، نبغي نشكر اصدقائي اليوتيوبر اللي واقفين في قضية امي فاطمة. نعم. ما مخلينش من جهدهم من الفيديوهات ومن اللايفات، نبغي نقدم بالشكر هنا الاخت فاطمة، نصائح طبية واجتماعية واقفة مع امي فاطمة، ما نقولش لك في هذا الموضوع. نبغي نشكر جمال شانيل حتى هو واقف في هذه القضية، نبغي نشكر بحر مريم، نبغي نشكر كمال الفلوغيو، نبغي نشكر درعة تي في، نبغي نشكر عالم العولي، نبغي نشكر الأخبار تي في محمد، كلهم كيجمعوا لنا معلومات باش نزيدوا القدام بالقضية ديال أمي فاطمة. وأمينة ستايل حتى هنا، وسمحوا لي اللي ما ذكرتش الآخرين نوجه لهم تحية كاملة حيت كنخدموا مع بعضياتنا صراحة. تحية لكم جميع اختي، تحية لكم، كنشكركم كنشكركم على المصداقية ديالكم. كنتمنوا دائما أن غير ما يكونوش ترويج للأكاذيب كما كنشوفوا في بعض، يعني في بعض القنوات فيها ترويج للأكاذيب. كنتمنوا تمشيو معنا في القضية ديال أمي فاطمة وتساندونا جميع، ونديروا يد في يد ان شاء الله تنوصلوا للحقيقه ونوصلوا للبنيات ديال امي فاطمه ان شاء الله باش نفرحوا الجميع. اكيد في الخير في الخير. في الخير. نعم اختي. نعم شكرا لك خديجه اختي، تبارك الله عليك. في الخير اكيد. شكرا بارك الله فيك ناديه الهلال يخطيك، وسلمي عليهم كاملين اختي. يسلم عليك الخير اختي، شكرا بارك الله فيك. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، كانت معنا اليوتيوبر خديجة، اش قلت لنا؟ تي في ماروك، خديجة تي في ماروك، اللي كنحيوها وكنحيو كاع اليوتيوبر كاع اللي كي يوقفوا مع أمي فاطمة بمصداقية وبغاو ليها الخير، وما كيروجوش الأكاذيب وما كيخرجوش القضية ديالها على السكة ديالها كما تنقولوا. فشكرا لكم خوتي، الله يوفقكم، ناخذ الكلمه من عند امي فاطمه خوتي، ناخذ الكلمه ونشوفوا الفرحه ديالها اليوم. تفضلي امي فاطمه. امي فاطمه مرحبا بك، عاودي لخوتك ووليداتك، كي داير الاحساس ديالك؟ خوتنا المغاربه الله يعاونكم والله يستركم. انا موينت المغاربه. اكيد انت ام المغاربه من طبيعه الحال. انا موينت المغاربه. نعم وانت. الله يعاونكم الله يسهل عليكم، فرحتونا، بغينا ربي يفرحكم، الله يعاونكم الله يستركم. نعم ممتي ممتي. اليوم مشيتي المرجان؟ ايه. كيفاش عجبك الحال؟ عجبني الحال. كتقداي؟ كنتقداو. ورينا شنو كنتي كتهزي وفرحانه؟ هزينا كلشي، الطحين هزينا، السكر هزينا، جافيل هزينا، الزيت. كتقداي وديري في الكروسه؟ تنديرو الكروسه. نعم ممتي. فرحتي؟ فرحت. شنو شريتي اخر؟ شرينا الحوايج، شرينا صبابط، شرينا بانطوفات، شرينا كلشي. المانط. فرحتي بهادشي يا مريم؟ فرحنا بهادشي. الله يعاونهم، الله يعاون خديجه.
الله يسترها. السيده الاخرى اللي صفطات لك الفلوس من تيزنيت هي. من تيزنيت الله يعاونها حتى هي الله يسترها. فين مشيتي جبتي يعني شديتي الفلوس شحال شديتي؟ مليون. مليون شديتي انت؟ صفطوها بسميتك؟ صفطوها بسميتي. شديتي انت؟ شنو قالت لك هذيك السيده؟ شنو قالت لك ديري بهذيك المليون؟ قالت لك شري الحوايج وشري كل شيء اللي خاصك. قالت خسرها كامله. خسرها كامله. وكي جاك هذا الشيء؟ كي جاك؟ جاني فن. جاني فن وزوين. قولي فرحانه. 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 الحمد لله هذا الشيء اللي بغات هذه السيده بغات حتى هي بغات غير تشوفك فرحانه. وي. بغات غير تشوفك فرحانه. هذاك الله يسعدك. الله يعاونها الله يسترها. واخا وينتي؟ قال لينا عبد الرحيم اللي كنتي في مرجان وكنتي في السوق كتقدي. شنو كيديروا معاك الناس؟ تطيحوا لي على راسي. شكون؟ عيالات ورجاله وكل شيء. اش يقولوا؟ تطيح على راسي. اش كيقولوا؟ نتصقروا معاك كل شيء دراري وكل شيء. فرحوا بيا كلشي. عرفوك؟ عرفوني. غير اللي شافك تعرف. معروفه تشهر مشهوره. وليتي مشهوره؟ هاي هاي وليتي معروفه وين؟ وليت معروفه. عجبك الحال ملي كيعرفوك الناس؟ عجبني الحال. كيتصوروا معاك؟ كيتصوروا معايا كلشي. هادشي فرحك؟ فرحني كلشي. شنو تيقولوا لك ملي كيتصوروا؟ يقولك انت موينت المغاربه موينتنا. انت موينتنا. انت موينتنا. وكيدعوا معاك؟ تدعوا معاك. قال لي عاونك امي فاطمه. لا يجمع الملك على خير ولا راه يعاونك اموينتي. الحمد لله. الحمد لله اموينتي. صحتك الحوايج. يعطيك الصحة. جيتي فنا. الله يعاونك هي. جيتي زويونة. هاي. يواجي بلاتي بلاتي. انا نقول واحد القضية لخوتي المغاربة. شتو خوتي امي فاطمة كيفاش فرحانة. انها ملي خرجت مشات المرجان كتقدا مشات للسوق مشات كتسارى والناس تيوقفوها وكيتصوروا معاها وكيدعوا معاها وقالت لك تيطيحوا ليا على راسي يعني كيطلبوا كيبوسوا على راسها وكيدعوا معاها هذا الشيء فرحها قلت لك انا مهمت المغاربه كاملين اكيد مهمتي حسينا بك بكينا معك اليوم كنفرحوا لفرحتك عقبالي ان شاء الله يا رب يا رب يا رب ربي يجمع شملك مع بنياتك باش تكون الفرحه الكبيره لان يعني داك هو الموضوع الاساسي فامي فاطمه غادي نقولوها من باب المزاح ان فعلا هادشي كامل مفرحه هادشي كامل خير وبركه ولكن وكنقول لكم واش مفرحه بزاف امي فاطمه شنو لابسه شنو لابسه في يدك يدك شنو مشيتي تاخدي؟ هاي هاي امي فاطمه من الناس اللي كتموت وكتحماق على الخواتم والدمالش شرات سرتله هزي امويتي يشوفوها مزيان هزي هكا دير اخويا الضو هنا قولوا ليها بالصحه هادشي فرحها 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 ما تصوروش فرحتها يعني سرتله من امي فاطمه هادشي فرحها بزاف نشوف الخاتم وي هاي على امي فاطمه مسكينه والله الا هذا الشيء فرحها كثير 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 شوفوا اخوتي قولوا ليها بالصحه قولوا لها بالصحه دير خويا يشوفوا السرتله ديال امي فاطمه بصحتك عندك الله يعاونك بصحتك اميمتي هاك قولي عزيز عليك الدمالج شنو عزيز عليك شنو كلشي ها كلشي لا ملي شتي هادوك مشيتي تشريهم فرحانه بهم فرحت عزيز عليك تلبسي هادشي ديال الدمالج زين عليك ها هاي قولي هضري مع خوتي بناتك ومع ولادك ومع المغاربه هاي خوتنا المغاربه شوفي السيده اللي شوفي السيده الله يعاونها الله يسترها الله يعاونها قول لهم شوف شنو شريت بعدا في يدك وري ليهم هاتوما شوف شريت المغاربه اخوتنا المغاربه هاتوما عجبك دابا ملي كيتقرقم بحال هكا وعاجبينك مسكينه امي فاطمه بصحتك لك الصحه لك الصحه نوضي وري نوضي امي فاطمه وري لينا شنو خديتي دير اخويا الضو شو اخوتي شوف فرحانه والله
سعداتك اختي، الحمد لله بصحتك 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 بصحتك. يعني اختي اللي كتشوفي هذا المباشر، الاخت المحسنه من مدينه تيزنيت، اللي كنحيوك وكنحيو ساكنه مدينه تيزنيت، كنحيو كل المغاربه فين ما كنتو اخوتي، الله يحفظكم. كتقدى وفرحانه وكتهز الحاجه وفرحانه وفرحانه باي حاجه، ربي يحفظك اختي من كل اذى ومن كل شر. الاخت خديجه يعني هذه الصديقه ديالها، كنحيوك اختي خديجه، كنشكرك بزاف. هذا الشيء اللي كان كيدل على ان عندك مصداقيه اختي، الناس كتثق فيك، الناس يعني ثقت بهذه القضيه مادام تبنيتيها تانتيا، مادام انك وقفتي مع امي فاطمه في المباشر اللي كديري او في الفيديو اللي كديري، تعاطفتي مع امي فاطمه، فاكيد عندك مصداقيه. شوفوا كتحاول توريكم، شوفوا فرحوا معاها مي فاطمه، شوفوا هاد لو جيست، شوفوا هاد الحركه هادي، غادي تفهموا الفرحه ديالها. كتهز توريكم، كتهز توريكم، شوفوا شنو عندها، شوفوا شنو خدات، هادشي فرحات به. الله يفرحكم جميع. شكرا لاختي المحسنه، شكرا لكل واحد ساهم لا من القريب ولا من البعيد، شكرا للبارطاج ديالكم خوتي. مازال بغات تزيد توريكم الاخرى، شو مسكينه كتجبدها. شوف بصحتك امي، بصحتك بصحتك، غير ديك الابتسامه اللي في الوجه ديالك اليوم، انت ووليداتك، انت والزوج ديالك، ما تقدرش بالثمن، ما تقدرش بالثمن. بصحتك امي انت. هادو الحويجات ديال امي فاطمه. دير خويا هنا معنا، قد شويه عندكم الضو هنا في البيت. اذا كما قالت لنا الاخت خديجه، مازال مفاجات كثيره اللي غادي تفرحكم كاملين وغادي نتشاركوها معاكم اكيد. خوتي امي فاطمه اليوم راه تشاركت معاكم هاد المفاجاه وهاد الفرحه، تبارك الله. ومازال مفاجات كثيره اللي غادي تفرحكم خوتي، مازال مفاجات كثيره. امي فاطمه كلمه اخيره، شنو تبغي تقولي لا لا المغاربه؟ الله يعاونها، الله يسترها، فرحتنا بغينا ربي يفرحها، يعز من في مدادها، الله يسترها الله يعاونها، يا فرحتنا بغينا ربي يفرحها. واش فرحة غير انت بوحدك اللي تكسيتي ولا كلشي؟ كلشي كلشي فرح، كلشي فرح، يعني انت وراجلك ووليداتك فرحتوا؟ اه راجلي ووليداتي كاع فرحوا، الحمد لله. فرحانه اكثر من الحمد لله، الله يعاونها، الله يسترها، الله يجمع عز مداتها. امين امين. فرحتنا وانا ربي فرح. انا بدات نشكر شخصيا انا الوسيط. نعم هكا عبد الرحيم. تنشكر هذه الاخت اللي ساعدتنا في هذا، اللي صيفطت لنا الفلوس مسكينه، والله يكثر خيرها. انا ابن الوسيط، انا عبد الرحيم. يعني انت اللي كنت معاها. انا اللي كنت معاها ومشيت معاها فاش خدات الفلوس، وهذا الشيء راه كما نقولوا. وثقتيه لخديجه. وثقتو لخديجه بهذاك الشيء. مني شريت الفلوس ومني فهمتيني، ومن الوقت اللي مشينا تغدينا وداك الشيء. يعني أنا اللي عجبني وغادي يعجب المغاربه هو ان هاد المحسنه اللي من تيزنيت قالت لكم 10000 درهم، يعني مليون خسروها، ماشي خسروها زعما صرفوها كامله. وهذا الشيء اللي قالت لينا، ومازال الخريج قالت لي هاد المليون صرفوه كامل، خذوا به داك الشيء اللي باش كتبغوا، خذوا الملابس، خذوا داك الشيء اللي كل شيء، داك الشيء اللي خاص خذوا. قالت لك هاد المليون انا بغيتهم ديروا سميتو خسروا كامل، خذوا كامل. احنا الحمد لله دخلت انا والام ديالي المرجان، هاد الشيء راه بالدليل وكل شيء كاين، فهمتي اختي ناديه. و دخلاش كتهز عاد كتهز كتشارجي لي في الكراج جوج كرار، صافي عمرها فهمتي، وليت في الاخر وليت نشوف كراج فرحانه غير كتهز وتعمر. كتهز عمر لي كيفاش كتقولش لي، تنقولش لي تقول لي صافي انا فرحانه، الاخت من تيزنيت لي صيفطت لي الفلوس انا باغي نخسرها كامله. والحمد لله تنشكر انا بدم بزاف بزاف جزيل الشكر، وتنشكر كاع الناس اللي كملتي التقضيه ولا مازال؟ مازال مازال ما كملتيش دابا داك الكلام؟ ما كملتش باقي، باقي شي حاجه الحمد لله، باقي الخير. واللي قلت لك اختي ناديه، الناس اللي فاش دخلناكم في مرج داك الشيء، جات غير جات واحد السيده الاولى اللي جات قالت لي واش هذه امي فاطمه؟ قلت لها صافي واش عندك مسكينه؟ قلت ديك المره عرفتي كل شيء، وليت انا ولا الجمهور ضارب لنا في مرجان، عرفتي راك عارفه مرجان كيفاش مدينه خريف كاو هذه. نعم. كل شيء الحمد لله مجموع ليها، كل شيء تصور معاها، قلت لك من الدراري الصغار الكبار، ناس فهمتيني
كل شيء فرحان اللي تيدوز عاد يجي يشوفه تيجرج هكا تيكون غادي خارج تيرجع من فاطمه كل شيء تقول لها مبروك وهادشي راه مزيان وتنتمنى لك التوفيق. ملي كنتي تقدى الحوايج الناس اللي كتقدى عندهم عرفوها؟ اه الناس اللي تما عرفوها بزاف وتنشكرهم بزاف هذوك الناس بعدا اللي داروا معنا واحد لوجيست مزيان تيديروا لنا حنا ثمن خاص بعدا. اول حاجه صراحه الله تنشكرهم تنقول لهم حنا هادشي رانا ماشي انا ولا هادشي راه غير الناس اللي مساند واحد السيده اللي مكلفه بينا عطاتنا باش نصرفوا هاد الفلوس نشريو. تيقولوا لك حتى حنا بغينا حتى ما تيقول السيده راك شي سميتها كانت معايا الام شافت هذيك السيده فاش مشات جابت ليها لي شيلان لي جوج على كيما ديك الدراج جابت ليها جوج ما بغاش تخلص ما والو كاش كذا فرحانه كاش كان مني شتا كاش كذا الحلم ديالي اني شتا خديته عند جلال حتى هو قال لينا هو مسكين هو داك ساهم في الثمن ساهم معنا بزاف كاع مسكين بزاف ديال الناس كاين اي محل دخلنا له في هذا العشاء السوق ديال الحوايج اي واحد دخلنا عندو تي سميتو تيساعدنا بزاف كاع وتيدير لنا ثمن خاص ماشي بحال الناس الاخرين اللي كليا اللي عنده ناقصين لينا بزاف مساكن انتم تنشكروا من هذا المنبر هذا وتنشكر الاخت ناديه اللي راها واقفه معنا تي بجد الحمد لله وتنشكر الاخت خديجه اليوتيوبر والاخت من مدينه زنيت هي الله يكثر خيرها وتنشكرها بزاف بزاف وشكرا جزيل الشكر. عاود نعم جاوبها وشوف واش ربما مازال شوف واش باغا دوز خديجه. السلام عليكم خديجه. وي اختي ناديه اهلا وسهلا حنا مازالين على المباشر. كتسمعيني باقي دايره مباشره اختي؟ ايه باقي دايره مباشره خديجه اختي. حيت ما طلعش ليا المباشر ديالك داكشي علاش بصح ما طلعش. واش بغيتي تزيدي بغيتي ديري شي اضافه اخرى في المباشر ولا بغيتي غير باش نعطيك؟ شكرا اختي حتى تكملي الله يوفقك. واخا واخا حبيبتي واخا. لا ما طلعش سواتك فراسك ما طلعش. شفتي في لايف الاضافه هي كنقولوا للناس انهم ان شاء الله غتكون مفاجات جميله بزاف ومفاجات غزاله لامي فاطمه على قد نيتها. بلا ما نحرقوا المراحل غنخليكم تشوفوا معنا كل شيء المراحل ان شاء الله في القناه عندي غنبارطاجي معكم داكشي كله. الاخت ناديه حتى هي راه الله يعاونها مع امي فاطمه حتى هي متبعه هذا الخطا في اللايفات وفي اللقاءات الصحفيه باش نخليو المجتمع المغربي والمتتبع المغربي يتبع هذه المراحل الزوينه اللي غادي تدوز منهم امي فاطمه. بغينا نعطيو هذه الفرحه ديالها مع جميع المغاربه اللي عزت عليهم امي فاطمه واللي بغاو امي فاطمه تكون عايشه واحد العيشه احسن. اكيد شكرا لك لاله خديجه الله يحفظك اختي والله يوفقك وشكرا لك. شكرا راه كل شيء وليداتها كاملين فرحانين تيشكروك وتيشكروا الاخت اللي من تيزنيت اللي كنعطيوها تحيه سوسيه. احنا فرحانين مشاركين في هذا الاجر مهمي فاطمه تكون فرحانه لينا فرحانه بزاف. خديجه كاع ما قلتي لامي فاطمه بالصحه السرت لا عرفتي شحال فرحات بها. خديجه سمعتيني شنو هي امي فاطمه؟ امي فاطمه يمكن مع دابا انت ما تبعتيش معنا المباشر ما عرفتيش. امي فاطمه اكتشفت ان امي فاطمه من النوع اللي تيحماق على الدبالج وعلى الخوات ما كتموت عليهم. خديجه ما عرفاش شكون الريزو كونيكسيون. الو وا الاكسسوار ايوا وشرات شرات سمعك الاكسسوار سمعك ناديه شرات واحد السرت لا فيها ثلاثة عرفتي شحال فرحانه بيها والله يا اختي واحد الفرحه ما تصوريها مسكينه وحق الله عرفتي كتبقى تحركهم ويتقرقبوا في يديها وعاجبها الحال. ما عرفتش علاش ما طلعش ليا اللايف غريب. انتي ديري شوف تي في لايف شوف تي في لايف درناها درتو ولكن ما فيش انتي ما درتيش في الكبيره. لا درتو في شوف تي في لايف. لا ما كاينش ما طلع ليا والو. يلا هنا غادي نسالي ونصيفط لك ليا نسالي ونصيفطو لك. شكرا بارك يلا تحيه لك خديجه اختي تبارك الله عليك شكرا شكرا بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، مرحبا ونجدد الترحاب بكل متتبعي قناه شوف تي في لعاد التحقوا بنا في هذا المباشر. فنديروا تذكير خوتي، بالنسبه لخوتي اللي عاد التحقوا بنا وربما ما فهموش الموضوع او ما عرفوش الموضوع، فنرجعوا للموضوع الاساسي اللي دائما كما تنقول هذا خير، خير من عند الله سبحانه وتعالى. سخر العباده ديالو لامي فاطمه، سخر واحد السيده سوسيه من تيزنيت اللي كنقولوا لها تحيه سوسيه ليك اختي، الله يكثر خيرك والله يجازيك بخير. وكذلك سخر الاخت خديجه لان هذه الصديقه ديالها اليوتيوبر خديجه اللي دايره قناه في اليوتيوب خديجه تي في ماروك. فهاد خديجه هي الوسيط، هي بينها وبين هاد الصديقه ديالها، الله يجازيهم بخير. اذا هنا خوتي كما قلت لكم هذا خير تبارك الله، ربي سخروا لامي فاطمه، ما عمرها نواتو ولا دايره في بالها ولا تخيلاتو. الموضوع الاساسي دمي فاطمه هو انها تلقى بناتها توام، وكتدعي بان صفاء وهناء توامتين فنانتين صفاء وهناء هما بناتها. حنا سنقولوا لامي فاطمه حنا معاك، نوقفوا معاك والمغاربه كلهم معاك حتى تلقاي بنياتك، سوا صفاء وهناء سوا حسنه وحسنيه. فاول خطوه درنا خوتي هو ان وكلنا محامي اللي هو السي عز الدين فيدني بمدينه خريبكه، ومعاه محامون كذلك اللي غادي يتضامنوا معاه ومع امي فاطمه من الدار البيضاء ومن الرباط. فبزاف ديال الناس كيقولوا لي ناديه اختي بغينا الجديد، ناديه اختي في المحامي. بزاف ديال الناس كاينين، ماشي بزاف اللي غادي نقول، كاين واحد الفئه اللي هي قليله شككات كاع، قالت ربما ناديه تخلات على القضيه، ربما قناه شوف تي في تخلات على القضيه. فدائما غادي ندير لكم تذكير، ما عمر قناه شوف تي في تبنات شي قضيه او امنت بشي قضيه وتخلات عليها، كنبقاو مع القضيه حتى الاخير. فهي قناه الشعب، قناه شوف تي في نتوما اللي لقبتوها بقناه الشعب، وهذا تكليف اكثر ما هو تشريف، هذا تكليف خوتي. امي فاطمه تقت فينا، امنا بالقضيه ديالها، امنا بان امي فاطمه مشاو لها جوج توام، حنا كنقلبوا مع امي فاطمه على جوج دوك التوام اللي مشاو ليها. فالمحامي خوتي اللي كطلبوا مني دائما كتقولوا لي خصو يخرج بالتصريح، فهو كيقول لكم الله يجازيكم بخير غادي يخرج بالتصريح لكن في الوقت المناسب. دابا خوتي تيطلب منكم شويه ديال الصبر، القضيه في هذا الاول غير في هذا الاول كتطلب شويه ديال السريه. النهار اللي غادي يكون الجديد عند الاستاذ عز الدين فيدني راه غادي يخرج يخرج نخرجوا في لايف في مباشر ونعطيكم الجديد ووافيكم بكل جديد. غير صبروا معنا خوتي وثيقوا فينا ودعوا معنا، دعوا معنا، دعوا مع امي فاطمه ودعوا معنا، ربي يوفقنا لكل ما فيه خير. اذا قبل ما ننهي المباشر نقول الاخت المحسنه اللي هي من مدينه تيزنيت، تحيه لك اختي، تحيه سوسيه، ربي يحفظك اختي من كل اذى ومن كل شر، الله يجعل لك هذا الخير هذا في ميزان حسناتك ويبارك لك في الرزق ديالك وفي الصحه ديالك. وعدتنا الاخت انها كاينين مفاجات كثيره وزوينه بزاف اللي غير خصك تعرفي اختي الا كنتي كتشوفي هذا المباشر، انت والاخت خديجه ماشي امي فاطمه بوحدها اللي فرحتو، فرحتو المغاربه كاملين، فرحتو وليداتها، فرحتو راجلها، فرحتونا جميع، فرحتو المغاربه، فرحتو الكبير والصغير. والله يعني احساسكم دابا وانتم حاسين بانكم فرحتونا جميع، الله يحفظكم. شكرا للاخت خديجه، شكرا للاخت من تيزنيت، شكرا لكل المغاربه اللي بارطاجيتو باش خليتو امي فاطمه ام المغاربه. خرجت اليوم كتقدى وكل شيء تيعنق فيها ويسلم عليها ويدعى معاها ويتصور معاها ويقولوا لها راكي ميمتنا، ويقولوا لها سيره ميمتي، الله يجمع شملك. نتوما خوتي اللي وصلتو امي فاطمه باش يعرفوها المغاربه. شكرا لاي واحد كيتابع معنا وكيبارطاجي، شكرا لاي واحد كيدعى مع امي فاطمه، ربي يجمع شملها، الله يجمع شمل كل واحد، والله يحفظكم خوتي من كل اذى ومن كل شر. وكل واحد عنده شي امنيه في خاطره كيتمناها، كل واحد الله يعطيه داك الشيء اللي كيتمنى في خاطره. شو مسكينه دايره يديها وكدير الدعاء. الله
مي فاطمه، كلمه اخيره للناس اللي كيتابعوك، نخليوك ترتاح. الله يعاونكم، الله يستركم اخوتنا المغاربه. قلبك اليوم كي داير؟ فرحانه 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 بزاف. فرحانه بزاف ولا شويه؟ بزاف فرحانه. بزاف بزاف الحمد لله. الله يجمع شملك. امين. مازال امي كتقلبي على بنيات؟ مازال. مازال باغيه بنيات؟ مازال باغا. باش عاد تكمل الفرحه ياك؟ عاد تكمل الفرح ان شاء الله. اذا فعلا نهار امي فاطمه تعنق بنياتها غادي تكمل الفرحه. نعم عبد الرحيم خذ اخويا. اختي ناديه الكلمه الاخيره عندي تنشكر اليوتيوبر خديجه، شوف يوتيوب تي في ماروك، وتنشكر الاخت من مدينه تيزني حتى هي جزيل الشكر، ورحنا فرحتينا والله ربي يفرحك والله يعطيك ما تمنيتي. وتنشكر الاخت خديجه بزاف، وثم الاخت ناديه هذا هو اللي كاين. وتنشكر جميع المغاربه ديالنا كاملين، الام ديالي اليوم ما قدنا فرحه، ما انا اللي باش نوصل لكم باش نقول لكم هذه القضيه ديال الفرحه، وهادي انا اللي كنت معاها وخطوه بخطوه انا وياها داخلين، مني خدينا الفلوس، مني شنا المرجان، مني هادي. وعاد قلت لك كما قلت لك اختي ناديه، القضيه ديال الناس اللي جاو تيعنقوا كل شيء، كبار والصغار والحمد لله. هذا هو تنقولوا، تنشكرهم بزاف بزاف. داك المنظر والناس كيوقفوا تيقول لي انا غندير واحد التصويره فكنتصوروا معاها. وقلت لك الغريب في الامر، ودراري صغار هي كلشي، ودوك الدراري البنات الصغار نعم تيجيو تمايا وتتصوروا ناس كبار. قلت لك وهذا كاين اللي تيمشي هاك تيكون غادي بحال غادي في اتجاه، ملي كيتبان له كيعقبوا يرجعوا لعندها. صافي تنقول لها الام ديالي وهذه، وكلشي تيتصوروا الحمد لله. السيده مسكينه تبعت. نعم وينتي؟ شفتي الدريه مسكينه جات عنقتني. الدريه اللي جات عندك؟ اها شنو كي دارت معاك؟ ديك المراه قالت لي المراه تدي لغايت عنقات. شنو قالت لي؟ تصورت معايا مسكينه، قالت لي المراه قالت لي هاتي دي معاك الدريه. فرحانه الدريه راه فرحانه بيك وداك الشيء. قالت شي مراه هاكي بنيتي نعطيها. هاك بنيتي. بعدا بالدريه عديها قالت لي لصقت عليا ديك الدريه. وقالت لكم مها ديها؟ قالت لي ديها. الحمد لله. حبوك الكبار والصغار امي. امين. قالت لكم مي فاطمه واحد الدريه صغيره لصقت عليها وكتعنقها، وقالت لها امها ديك البنيه قالت لها ديها صافي تكون بنتك. اذا فعلا مي فاطمه راكي مهمتنا، تبتوها المغاربه. الله يحفظكم مغاربه الحرار، ربي يحفظكم لينا. تحيه سوسيه الاخت من تيزنيت، تحيه لكل المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. الله يحفظكم لينا، نوافيكم خوتي بكل جديد. فهاد الشيء كيفرح، تقاسمنا معكم هاد الفرحه. السلام عليكم، دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء غدا إن شاء الله، نحاول ندير معكم واحد المباشر وندير رقم الهاتف وتواصلوا معنا، عطيونا رأيكم، عطيونا إحساسكم. وانتم شفتوا مي فاطمة فرحانة، وراه مازال الخير لقدام أخوتي، باقي الخير، مازال نفرحوا، لأن يعني هادشي اللي كيفرح مي فاطمة راه كيفرحنا أكيد. بغينا نفرحوا، بكينا مع مي فاطمة، إيه حسينا بها. ملي كتقول غير ديك الكلمة ديال إحساس بكينا، والله لا أكثر من مرة بكيت وراء الكاميرا هي كتهضر وأنا كنبكي. ربي شاهد عليا، تأثرنا جميع. ولكن ملي تكون شي حاجة كتفرح نفرح وعاود باش ناخد عاود واحد الطاقة إيجابية باش نعاود نزيدو القدام إن شاء الله. إذا نخليكم خوتي، الله يحفظكم لينا، تصبحوا على خير، ونوافيكم إن شاء الله بكل جديد. فين ما كان شي جديد راه نفرحوكم ونفرحوا جميع. السلام عليكم، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. ولا جميل، هذه فرحتنا جميع الحمد لله.